أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب. الزوجة الرابعة لرسول الله، عاشت في كنف عليه الصلاة والسلام، وروت عنه 60 حديثا. ولدت حفصة قبل البعثة بخمس سنين، وقريش تبني البيت الحرام. هاجرت إلى المدينة مع زوجها بخنيس بن حذافة، وكان من صحابة الرسول، وتوفي في المدينة. تزوجها رسول الله سنة 3 من الهجرة، وشجع النبي الشفاء على تعليم حفصة كما شجع حفصة على التعليم، حتى أصبحت حفصة تجيد الكتابة، وعهد لها أبيها برقاع المصحف المكتوبة في عهد أبي بكر الصديق، فكانت أحد أهم مصادر جمع القرآن في عهد أبيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ظلت حفصة في بيت النبي محفوظة برعايته مع زوجاته حتى توفي، فلزمت بيتها حتى توفيت في شعبان سنة 45 في خلافة معاوية، وهي يومئذ ابنة 60 سنة.